أعزائي المشاهدين، سعدتم مساء، أهلا ومرحبا بكم، ورحب بكم في لقاء متجدد من برنامجكم الأسبوعي بوضوح. حديثنا هذه الليلة عن مركز خدمات المطورين إتمام، والذي دشنته وزارة الإسكان ليلة أمس برعاية معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل. في واقع الأمر يعني هذا المركز يعد منتج ويعد خدمة جميلة حقيقة للمطورين العقاريين، لا سيما أنهم كانوا يعانون في الماضي من يعني مشكلة الرخص ومشكلة عدم وجود ما يعرف بمركز موحد أو ما يعرف بالخدمة الشاملة إن صح التعبير لتسهيل التراخيص وإلى غير ذلك، وبالتالي يعني واختصار المدة التي كانت تأخذ من المطورين من سنة إلى سنتين إلى خمس إلى أكثر من ذلك، وبالتالي كانت تحسب عليهم تكلفة بنهاية الأمر بشكل أو بآخر يتحملها من يشتري الوحدة العقارية. إذن حديثنا هذه الليلة عن مركز خدمات المطورين كما قلت إتمام، نتعرف على هذا المركز يعني ورسالته ورؤيته وأهدافه. إذن باسمكم وباسم القناة السعودية رحب بضيوف الاستوديو سعادة الأستاذ سلمان بن سعيدان المطور العقاري المعروف. مرحبا بك سيدي. يا هلا وسهلا، ونهنيكم حقيقة بهذا المركز. الله يجزاك خير. الحمد لله، الله ينفع نهني الجميع في الواقع إن شاء الله. وأيضا رحب بضيفي سعادة الأستاذ منصور الوشمي مدير مركز خدمات المطورين إتمام. مرحبا بك سيدي. اهلا وسهلا، كل سعيد ان تكون معنا. الله يسعدك. وقبل ان نبدا نقاشنا في هذا الموضوع، فريق البرنامج اعد تقرير مختصر عن هذا المركز، وشاهد التقرير سويا ثم نعاود نقاشنا في هذا الموضوع الهام، ابقوا معنا. يعد مركز خدمات المطورين العقاريين من أهم المبادرات الهادفة إلى تيسير سبل انطلاق القطاع العقاري بالمملكة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع العقاري، لا سيما في ظل تسارع وتيرة العمل بالمشروعات السكنية، والذي بدوره سيسهم في زيادة حجم المعروض من الوحدات السكنية سنويا، ويتحقق بهذا الهدف الوطني النبيل تيسير حصول المواطن على السكن الملائم. ويقوم المركز من خلال اتفاقيات الشراكة والتعاون وبما لديه من ممثلين دائمين للجهات المعنية مثل وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل وغيرها، بدور حلقة الوصل التي يتمكن المطور العقاري عن طريقها من متابعة معاملاته خلال المراحل المختلفة لتطوير مشروعه. كما يتولى المركز كذلك مهمة تقديم طلبات التراخيص والاعتمادات والتسليمات وتوجيهها ومتابعتها لدى الجهات المختلفة والتأكد من إنجازها بالسرعة المطلوبة. ويتولى أيضا مركز خدمات المطورين العقاريين دراسة مراحل عمليات التطوير العقاري وما يحكمها من أنظمة ولوائح، والتعاون المباشر مع كافة الهيئات والجهات ذات العلاقة للعمل على تطوير الأنظمة وتيسير الإجراءات بما يسهل أعمال المطور العقاري ويدفع بعمليات تطوير المشروعات السكنية. بوضوح سنتعرف مساء الليلة على رؤية ومهام المركز وكيف سيسهم بالارتقاء بالمنظومة الإسكانية في بلادنا بما يخدم الهدف المرجو من ذلك بتملك المواطنين للمساكن. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامجكم بوضوح. وكما قلت حديثنا في هذه الليلة عن مركز خدمات المطورين إتمام، والذي دشنته وزارة الإسكان بالأمس. أتوجه مرة أخرى ضيوفي بالتحية وأهلا بكم. حقيقة أبدأ مع الأستاذ منصور الوشمي مدير مركز إتمام. يعني حدثنا عن فكرة إنشاء هذا المركز، كيف نشأ هذا المركز؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. إتمام هو أحد المبادرات التي تعمل عليها الوزارة في خطتها الاستراتيجية لتحسين قطاع الإسكان، ووضع العديد من البرامج والخطط لتحفيز القطاع العقاري وضخ أكبر قدر ممكن من الوحدات السكنية بتكلفة مناسبة للمواطن. المجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وافق على
مشروع رؤى وخطط وزارة الإسكان، والتي ضمت من أحدها خطة إنشاء مركز موحد لخدمة المطورين العقاريين. الحمد لله صدر الأمر السامي بالموافقة، وبدأنا بالعمل من قرابة 4 أشهر على إنشاء هذا المركز. فكرة المركز الأساسية أن يكون هو بوابة لإنجاز مشاريع سكنية لجميع الأطراف العملية، المطورين العقاريين وأيضا الجهات الحكومية ذات العلاقة في اعتمادات وموافقات كل ما يتعلق بعملية التطوير العقاري، وبالتالي سيكون هو عبارة عن one stop shop لاعتماد والحصول على هذه الخدمات في مكان واحد ومن خلال بوابة موحدة تضمن القيام بهذه الإجراءات بالشكل المناسب. كما أعرف أن لديكم شركاء في هذا المركز الجميل، وأيضا هناك العديد من الاتفاقيات مستوى الخدمة تم توقيع، من أبرز الشركاء في هذا المركز؟ المركز يضم 12 جهة حكومية وأيضا شبه حكومية لها علاقة مباشرة ومسؤولية كاملة في اعتماد المخططات المتعلقة بها، وزارة الشؤون البلدية والقروية وما يتصل بها من أمانات رئيسية، وزارة العدل في ما يتعلق بالتحقق من السكوك والتسجيل العيني للعقار وفرز الوحدات السكنية، أيضا وزارة العمل فيما يخص اعتماد ودعم الحصول على تأييد العمالة، وزارة المياه والكهرباء ممثلة في الشركة السعودية للكهرباء وأيضا شركة المياه الوطنية، لدينا أيضا مديرية عامة للدفاع المدني، أنظمة الأمن والسلامة، هيئة المساحة الجيولوجية، وأيضا يعني ما خليته شيء ما شاء الله، كل الأطراف موجودين في مكان واحد لأنه كل جهة لها علاقة. وحقيقة بدأنا احنا وهذه كلها تحت مظلة واحدة، ممثل عن كل جهة او ممثل تحت مظلة واحدة، هناك ممثلين في الوزارة او في المركز بالتحديد. في المركز ايضا وايضا فروع المركز في المناطق الرئيسية. طيب نبغى نعرف منك حقيقة لو ما يعرف بالدورة، قديش تاخذ الدورة بين هذه الجهات؟ لكن توجه حقيقة لي الاستاذ سلمان بن سعدان، كانت تواجهكم صعوبات في الماضي، صعوبات يعني صعبة شوية، وكانت ترفع من تكاليف البناء، وبالتالي أيضا يتضرر من ينتهي بهذه الوحدة. خلينا نتكلم عن أبرز الصعوبات وكيف الآن حنتغلب بهذا المركز على هذه الصعوبات. تفضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الواقع التطوير العقاري عانى كثير في عمليات استخراج ومعرفة شروط التراخيص في السابق، يعني يمكن ما أكون مبالغ إذا قلت لك أنه تراخيص تأخذ ما بين 10 سنوات. تمام. خصوصا لما كل ما يكبر والعداد شغال على ما يقول. نعم. التكاليف التكلفة مستمرة. طبعا التكلفة مستمرة والمشروع لسه ما بدأ، فبالتالي يعيق الحركة، وهذا من أسباب وجود الفجوة السكنية الكبيرة. صحيح. وكذلك ويمكن عزوف المطورين تسبب في عزوف المستثمرين والمطورين العقاري، وهذا مما ساعد على زيادة الأسعار، بأن المطورين العقاريين اتجهوا إلى العقارات أو الأراضي المطورة المنتهية، وبالتالي صارت عملية مضاربة وبيع وشراء فيها زاد من قيمتها. لكن الآن بمشيئة الله، يعني أملنا كبير في الله ثم في هذا المركز أنه يقدم خدمات تحفز المطورين عن طريق تسهيل الإجراءات وزيادة السرعة في الحصول عليها، وبالتالي تقليل التكلفة على المستثمرين والمطورين العقاريين. وهذا أهم حاجة، يعني لو تلاحظ احنا الآن محتاجين حدود 2 مليون وحدة سكنية. صحيح. والقطاع المحلي عنده قدرة محدودة إلى حد ما، فنحتاج مطورين عالميين يجوا معنا يشاركوا في العملية. فإذا ما كان فيه رؤية واضحة للاستثمار حتلاقي صعوبة دخول ما يعطيك المستثمر أجنبي. نعم بالضبط. وهذه من أحد الفوائد اللي احنا نتأمل إن شاء الله فيها، في تسهيل الإجراءات وتسريعها وتقليل التكلفة، وبالتالي يعني تسريع العجلة في زيادة المعروض من الوحدات السكنية سواء أراضي مطورة أو وحدات. يعني هل هذا المركز الآن بوضوح هل حيكون محفز لكم كمطورين ومستثمرين عقاريين مقارنة بالماضي؟ والله احنا يا طويل العمر كنا نطالب فيه،
وأنا شخصيا ليلة البارح لما كنت موجود في الحفل تفاجأت بالتنظيم والترتيب المعد لهذا المركز، وكان في رأيي الشخصي أنه فوق توقعاتنا وشيء فعلا يعني مدروس، واضح أنه معمول فيه جهد طيب ومدروس، وإن شاء الله يعطي أثر إيجابي إن شاء الله على الوحدات السكنية للمواطن مباشرة. هذا خدمة كبيرة جدا حنرى أثرها إن شاء الله خلال سنتين إن شاء الله القادمة. أنا حقيقة تشرفت مبارح بحضور الحفل الكريم، ولاحظت أنه أنت أعطيته اللي هو مستوى الخدمة اتفاقت مستوى ما يعرف بالسيرفيس ليفل أجريمنت، وأعطيت كل جهة عدد من الأيام مثلا 60 يوم للدفاع المدني 90 يوم كذا. هل هذه المدة تراكمية أم هناك مدة محددة لكل هذه الأمور؟ يعني هل تعمل بشكل متوازي أو بشكل منفصل؟ المركز أحد أهدافه هو توفير الوقت. نؤمن في الوزارة أنه توفير الوقت والجهد على المطور العقاري يخفض من التكاليف على إنجاز المشروع، وبالتالي يخفض من تكلفة المنتج السكني بالأخير. فحرصنا من البداية أنه نلتقي ونجلس مع كل الجهات الحكومية ذات العلاقة، نحاول سوية معهم في مراجعة الآليات اللي يعملون بها، محاولة فهمها، البحث عن ما يمكن اختصاره وتعديله لكسب أكبر قدر من الوقت. وجدنا تفاعل كبير من الجهات، وقعنا اتفاقيات مستوى خدمة مع عدد من الجهات أيضا، إضافة إلى أن وصلنا إلى اتفاق على أنه يكون العمل بالتوازي مع كل القطاعات، فبدلا من الانتظار لانتهاء الاعتماد المخطط بعد ذلك يتم انتقال لشركة الكهرباء أو شركة المياه، تم الاتفاق أنه يتم العمل بالتوازي وفق شروط معينة ومراحل يتم من خلالها تأكد من انتهاء هذه المرحلة والانطلاق في المرحلة الجديدة. إذا ما هي المدة النهائية بهذه الخطوط المتوازية؟ دعني أستوضح أمر معين. المركز يقدم 28 خدمة تهم المطور العقاري. الخدمات هذه موزعة. تسمح لي قبل ما نسب بس في تليفون على خط من فترة وارجع لك الله يحفظك، مع سعادة المهندس محمد الخليل عضو مجلس غرفة الرياض وأيضا طبعا الخبير العقاري المعروف. مرحبا مهندس محمد، حياك الله. كيف الحال؟ حياك الله. يعني نهنيك حقيقة بهذا المركز، كيف أنت ترى هذا المركز في تذليل العقبات التي كانت تواجه المطورين والمستثمرين العقاريين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أحييك وأحيي ضيوفك الكرام. الله يحييك. أعتقد أن المركز ما في شك أنه إضافة كبيرة جدا لاقتصاد المملكة العربية السعودية وليس للعقاريين، لأن زي ما هو معروف القطاع العقاري محرك لأكثر من 120 قطاع. صحيح. ولما يتحرك التطوير العقاري سيتحرك معه القطاعات الأخرى بإذن الله تعالى. إن شاء الله. زي ما تفضل الإخوان والأخ سلمان في موضوع المعاناة اللي تحصل للمطورين، الآن الحمد لله نتوقع إن شاء الله تعالى أن تكون عملية الاعتماد حتى نهاية التطوير والتسويق تكون بطريقة سلسة ومرنة بإذن الله تعالى. كذلك أشيد بنقل مهام الإشراف على البيع الخاص إلى وزارة الإسكان، كذلك القطاع كان يعاني من المرجعية، عدم وجود مرجعية للقطاع أثر بشكل كبير جدا على القطاع. الآن والله الحمد بعد صدور كذلك مقام مجلس الوزراء بإنشاء هيئة للعقار تشرف عليها وزارة الإسكان حتى تكون مشرف على القطاع بشكل شامل، وهذا اللي دائما كنا نبحث عنه ونطالب فيه كعقاريين. اعتقد خطوه مركز المطورين هي خطوه في الاتجاه الصحيح 100%، وهي قد تكون نواه كذلك لاكتمال الهيئه العقار، الهيئه المشرفه على العقار وهي الوطنيه للعقار. الاهم من هذا كله يجب ان وجهه نظري يجب ان يكون ممثلين الجهات الاخرى في هذا المركز لهم صلاحيه كامله هذه نقطة مهمة. لا يكون نعم يجب صحيح. لا يكون يعني يحتاج الرجوع إلى المرجعي لأخذ قرار، يجب أن يكون مخول بشكل شامل جدا حتى يكون المركز ذو جدوى ويوفر وقت وجهد. الأمر الثاني أنا دائما أؤكد على التعاون التام بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمواطنين لإنجاح العقار كصناعة. القطاع يجب أن يكون محفز للاستثمار، جاذب للاستثمارات الداخلية والخارجية، وكذلك هو معروف أنه منشئ للوظائف بشكل كبير جدا، وانشئت على سبيل المثال هيئة المقيمين، هذه ستفتح مجال كبير لتوظيف السعوديين بإذن الله تعالى.
للقطاع العقاري، فما بالك في موضوع التطوير الذي اكبر بشكل كبير من المقيمين. ومعروف ان القطاع جاذب ومرغوب من المواطنين السعوديين، وهناك نقص كبير في الكوادر السعوديه لهذا القطاع. ان شاء الله تعالى نتمنى نرجو ذلك للجميع ان شاء الله تعالى التوفيق، ونشكر وزاره الاسكان والقياده الحكيمه على راس الخادم الحرمين الشريفين لهذا التوجه الكبير لدعم الاسكان عن طريق التعاون الكامل بين القطاع الخاص. المهندس محمد الخليل عضو مجلس غرفة الرياض والخبير العقاري معروف، فاصل إعلاني ونعود، ابقوا معنا. أرحب بكم مرة أخرى واستكمال لحديثنا عن مركز خدمات المطورين العقاريين إتمام. يعني إذا كان في تعليق على ما قال المهندس محمد الخليل، حقيقة كان لي نقطة وجيهة جدا بأنه المركز يجب أن يكون له صلاحيات كاملة، بمعنى آخر لا يرجع في القرار لأحد، وبالتالي قد يطيل هذه المدة. وكنا حابين نعرف منك ما هي المدة الموازية يعني إعطاء التراخيص. أول شيء رحب وحي المهندس محمد، وأؤكد على ما ذكره وقاله. اتفاقيات مستوى الخدمة مع الجهات نصت على كثير من المهام والمسؤوليات لممثلي كل جهة، وبالتالي ما ذكر في هذه الاتفاقية محكوم أيضا بكل طلب يتم تقديمه من خلال المركز. المركز مثل ما ذكرت يقدم 28 خدمة تهم القطاع العقاري، مرتبطة بكل الجهات إضافة إلى وزارة الإسكان أيضا. الخدمات متنوعة والمدد تختلف، من تبدأ من 10 أيام مثلا إلى 120 يوم. قد تكون أهم خدمة يقدمها الحد الأقصى لجهة ما 120 يوم على حسب الخدمة المطلوبة. وربما الخدمة الأهم في هذا المركز اللي هو اعتماد المخططات، فبالتالي اعتماد المخططات بالمسار الموازي بيكون إن شاء الله كحد أقصى 120 يوم. طيب عندك جهة من الجهات لأي سبب من الأسباب تأخرت، إيش العمل؟ الدفاع المدني تأخر في إعطاء الرخصة أو الأمانة أو اللي هو، إيش العمل؟ اتفاقية مستوى خدمة أشارت إلى التعامل مع مثل هالحالات، لأنه حتجيكم طلبات، ترى أنا متأكد أنها حتكون طلبات كبيرة. صحيح، قد تكون الجهة ما عندها الستاف وما عندها الإمكانيات للتعامل معها. صحيح، هذا الحجم الكبير، خلينا نكون واضحين. أكيد، هذه من أهم النقاط اللي كان النقاش فيها مع الجهات. الجهات الحكومية بالمناسبة إحنا يعني تزامن إنشاء هذا الموقع مع عملية تطوير وتحديث لكثير من الأنظمة داخل الجهات، إحنا شفناها وعاصرناها. تطرقنا إلى موضوع نقص الكوادر الفنية وضغط العمل المطلوب. الاتفاقية محمد، الاتفاقية يعني تضمن حل مثل هذه الإشكالات وتغطيتها أيضا، والاتفاقية أيضا تضمن قياس مؤشر أداء هذا الموضوع، لأنه المركز الآن حسب الموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ملزم بتقديم تقرير لأداء هذه الجهات داخل المركز بشكل ربع سنوي يصف الحالة اللي تمت خلال الفترة الماضية، ويقترح أيضا حلول لأي إشكاليات قد تطرح. أنا أتمنى أن تكون الأتمم عندكم يعني والتكنولوجيا مستخدمة في عملية من 10 إلى 120 يوم، يعني في أفضل من كده؟ والله إن شاء الله نطمح أكثر من ذلك. احنا نطمح إلى أكثر من ذلك، ولكن كان بوضوح زي ما تفضلت إنه المدة المعلومة بالنسبة لنا كافية، إذا تحددت والتزمت بها كافة الجهات أعتقد كافية. عندك فكرة الممارسات الدولية إيش بتقول؟ في الممارسات الدولية يعني أفضل ممارسات سبقونا بمراحل كثيرة يعني، وتحددت النقاط كلها. يعني مثلا على سبيل المثال أنا دائما أشبه بمصر. أوكي. نظام البيع على الخارطة لا يوجد عندهم نظام حقيقي، ولكن تعود السوق عليه وانتظم فيه بدون تنظيم.
يعني الحاجه دائما ام المخترعات فهي اللي بس تفرق. احنا ما نبغى كمان بدون تنظيم نبغى نظام يعني لا احنا اكيد يعني. احنا على اساس عندنا جهات كثيره متداخله فيما بينها النظام مهم جدا. بس كنت انت تقول لي اخوي سلمان تحت الهواء انا همني طلعت اني انا اعرف شهر سنة ما عندي مانع بس أعرف أنه أحسب حساباتي. نعم في كل مشروع تبدأ أو تفكر فيه كل شيء تأخذه بعين الاعتبار أولها مدة اللازمة لاستخراج الفسحات أو التراخيص. إذا في السابق كانت مفتوحة يعني توصل إلى 10 سنوات أو أكثر وقد توصل إلى يبطل صحيح والله يبطل في المشروع وخلص وهذا اللي صار يبطل كثير من المطورين المستثمرين انصرفوا عن الموضوع حتى ما صار يعني نتكلم عن تطوير بنية تحتية أو فوقية هذه شيء منسي ما موجود في المصطلحات حقتهم الآن لا بدأت الأمور تختلف يعني حتى الآن مثلا البنوك بدأت تنفتح شهيتها في التعامل مع التطوير العقاري لاحظتوا الكلام ده اي نعم صار الأمور يعني كل ما كل الأطراف اللي بتتعامل معها حتى المستثمرين لما أنت تعرض عليهم صندوق عقاري للاستثمار فيه كانوا يتخوفون لأنه يقول لك أنا كم مدة الصندوق يعني المشاريع العقارية دائما لا تقل عن سنتين وحتى لو كان سنتين يكون فيها إشكالية فمن 3 سنوات فما فوق إذا كانت بتضيف لها مدة الترخيص بتصير سنة أو سنتين أو غير معروفة معناته الفكرة كلها كاملة فاشلة من بدايتها فإحنا لما نخفضها إلى 120 يوم أنا أعتقد في رأيي أن المدة إذا عرفت والتزم فيها المركز هذا أنا يهمني الالتزام يعني هو قال لي 120 الآن أنا سمعت أنه إذا انتهت المدة ما اعتمد يعتمد كما هو كأحد الشروط اللي تضمن للمطور أنه ما إذا كان أوراقه كلها مكتملة نعم وكل شيء إذا كان في تأخير من أي جهة نعم معناته هو يعتبر التزام يعني إن كنا في نقاش مع أمانة مدينة الرياض كان هذا واحد من النقاط اللي يعني أكدوا عليها أنه نعم حتبدأ في التراخيص والمدة عندك إذا ما تم بأي سبب إن كان أنت بالنسبة لك ما تضيع وقتك يعني أنا خلاص صار الوقت عندي انتهى ما في أي مفاجآت بالهلل على بالضبط في فهذا أنا يحفزني كمطور عقاري يحفز المستثمرين وبعدين هذا من صالح السوق بشكل عام هيبدأ يتجه الناس والجميع داخل والخارج إلى الاستثمار وبالتالي الهاجس الكبير وحدات العجز اللي صاير عندنا هذا في فترة وجيزة بيزول في نفس الوقت واللي أهم بكثير التكلفة حتقل لأنه أن إحنا الآن من أول ما تبدأ في المشروع حتى تنتهي من إذا كان ياخذ معك 5 سنين 6 سنين 7 سنين معناته هذا الوقت تكلفة كل وفرته كل ما أختصر هذا الوقت كل ما قلت عليك التكلفة جميل طيب أنا هعود لك الآن بالسؤال اللي هو سؤال المليون ريال يعني صحيح أنه أنا كمواطن كريم إيش وضع الوحدة السكنية هل مثلا اللي كانت بمليون هتصبح 600-700 ألف لأنك زي ما حضرتك تفضلت أنه أنا وفرت يا طلعت من 10 سنوات في بعض الأحيان الآن نتكلم على 120 أو كذا أرجع حقيقة بسؤال لك الله يحفظك 10 أيام و120 يوم هي ممارسات يعني من كيف جبت الرقم ده؟ هل هي ممارسات عالمية؟ من وين جيت الرقم هذا؟ كيف جاء؟ المركز يتعامل مع خدمات يعني ليست جديدة، خدمات موجودة مسبقة ولها تجارب سابقة وكانت موجودة في بعض الجهات وبعضها نقل إلى وزارة الإسكان مثل بيع الخارطة واتحاد الملاك وفرز كان يكون عند وزارة التجارة في فترة من فترات فبالتالي لدينا معرفة بهذا الموضوع الإدارة المعنية أيضا لديها تقدير ولديها آلية وورك فلو لهذا الموضوع وبالتالي معروف الزمن المتوقع لهذا العمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات في اعتماد المخططات لأنهم طوروا نظام جديد احنا قمنا بالربط معه يضمن اعتماد المخططات بشكل آلي وأيضا يؤكد على أنه الشروط التقنية اللي تدخل في الموضوع نعم نعم والشروط اللي تعلن ويتقدم المطور العقاري من خلالها هي التي سيتم تطبيقها بشكل شفاف ويضمن عدم تغيير هذه الشروط في خلال إجراءات العمل وأيضا يضمن عدم التأخير
في ولو تغيرت تتغير على الجديد ما تتغير على اللي صحيح. نعم. نعم. صحيح عشان بس ما تعطل ولا ما هي معلنة في ممتاز. موقع المركز هذا نقطة جيدة ومحدثة باستمرار ممتاز. أنا بدي أسألك في تليفون على الخط لكن بدي أسألك حقيقة السؤال بعد التليفون أنتوا يعني هل أنتوا اختصاصكم فقط تسهيل أم دخول في البنية التحتية والبنية الفوقية بس في تليفون على الخط معي الأستاذ خالد الربيش الكاتب والمحلل العقاري المعروف بصحيفة الرياض. مرحبا أستاذ خالد. يا أهلا وسهلا. كيف الحال؟ أهلا وسهلا. كيف رأيك في هذا المركز؟ طبعا مركز خدمات المطورين كان أحد توجهات الرئيس لمعالي وزير الإسكان مجد الحكيل. نعم. أستاذ مجد الحكيل لإعادة هيكلة القطاع الإسكاني بصفة عامة. ممتاز. يتواءم مع التغيرات الجديدة وحتى مع خطة المملكة ورؤية المملكة 2030 في رفع مساهمة القطاع الخاص بشكل كبير جدا. لا يمكن أنك أنت تدعو القطاع الخاص للمساهمة وأداء دوره بالشكل اللائق ليتوافق مع الهدف العام في توفير وحدات سكنية ميسرة للمواطنين دون يكون هناك تسهيلات للمطورين. المطورين كما تعلم ويعلم الجميع خصوصا المطورين الكبار يواجهون عقبات كبيرة جدا سواء قبل بداية المشروع أو خلاله أو حتى بعده. والبعض منهم يستغرق أحيانا 3 سنوات فقط للتراخيص نتيجة تعدد الجهات اللي يحصل منها على التراخيص سواء البلديات أو العدل أو التجارة أو خلاله. فبالتالي هذا المركز جاء ليوحد الجهود هذا 1-2 ليختصر الفترة الزمنية وهذا المهم لأنه المعني اللي في النهاية هو المواطن. صحيح. المواطن يريد أن يرى ترجمة لكل توجهات وأعمال الوزارة ودعم القطاع الخاص ولا يمكن ترجمة هذا العمل إلا باختصار الوقت. المركز واحد من أهم الأعمال طبعا أنتم تفضلت وذكرتوا المهام والأعمال للمركز مركز خدمات المطورين لكن وجهة نظري أنه هذا واحد من أهم الأساليب التي ستؤدي بإذن الله إلى تقليل أو تقليص الفترة الزمنية لتوفير 1,000,000 وحدة سكنية من اليوم حتى 2020 وهذا أحد أهداف رؤية المملكة ورفع نسبة التملك من 47% إلى 52% ولن يتحقق هذا الأمر طبعا معناته إحنا نضخ 1,000,000 وحدة سكنية إلا لن يتحقق إلا بدعم ومشاركة واهتمام القطاع الخاص على أن يوفر القطاع الخاص في المقابل وحدات سكنية ميسرة وجيدة ذات جودة مناسبة. الأستاذ خالد الربيش الكاتب والمحلل العقاري المعروف بصحيفة الرياض شكرا لك سيدي. أود الأستاذ منصور إذا كان لك تعليق على الأستاذ خالد لكن كان سؤال حقيقة أن أنتم لا يتعدى دوركم عن تسهيل إجراءات ولكن ليس لكم دخل في البنية التحتية والبنية الفوقية وهكذا. دعني استوضح أمر المركز يقدم خدمات معلش عفوا تفضل. وقفة إعلانية ونعود بكم معنا. أرحب بكم مرة أخرى وحديثنا هذه الليلة كما قلت عن مركز خدمات المطورين بوزارة الإسكان أو ما يعرف باسم إتمام. حقيقة الإتمام هذا والله عجبني أنا كيف وصلتوا له جميل جدا يعني فعلا هو إتمام في إتمام يعني. العمل كما ممتاز. طيب نرجع الآن أنتم يعني مهمتكم كما فهمت للترخيص والتسويق ولكن ليس في البنية التحتية والبنية الفوقية والمرحلة. المركز دوره يعني المساعدة على العملية التنظيمية والتشريعية في العملية العقارية بداية من أول فكرة لتنفيذ المشروع حتى بعد تنفيذ المشروع. المركز يقدم خدمات للمشروع بعد الانتهاء منه مثل يعني تسجيل جمعية اتحاد المشروع وتمشي مع المشروع وبعد المشروع. نعم. يعني خدمات ما بعد البيع على ما نعم خدمة ما بعد الخدمة. نعم صحيح ممتاز. طيب سؤال المليون ريال هل نتوقع الآن إن شاء الله اللي هي بمليون سير 700-800 على أساس أنت قلت والله الآن توفير وقت يا طلع. لا هو توفير الوقت هو توفير الوقت مفروض يرجع للوحدة السكنية للمواطن ما في شك بيوفر. بالتالي يعني أنت عندك في المركز كذا نقطة مهمة جدا أو كذا خدمة مهمة جدا. أولهم البيع على الخارطة. إذا كان المستثمر يقدر يحصل على الترخيص بيع على الخارطة وترخيص الوحدات السكنية ترخيص البنية التحتية
المخطط أو التطوير الشامل بمعنى آخر. فهذا معناته أن المطور هذا حصل التطوير الشامل غير موجود صحيح؟ لا موجود هو الآن أوكي. بس هو إجراء وبحكم أن الإجراءات المتعلقة فيه كثيرة فيزيد الاستثمار فيه فيسبب تخوف يصير الريسك عالي جدا صحيح. المخاطر تزود المخاطر. فبالتالي يكون العزوف عنه أكثر الآن بعد التسهيلات هذه حيكون أفضل بكثير فوجود البيع على الخارطة هذا يعتبر تمويل مجاني يساعد المطور في الحصول على التمويل اللازم من بداية المشروع مقدما على ما يقول ويساعده في تخفيض تكلفة الوحدة إذا تم البيع الفوري احنا الآن أنا بعطي مثال عندي أحد المشاريع سويت عليها من خلال نموذج المالي حسبة لو أنا بعت في الأشهر الأولى ولو أنا بعت بعد انتهاء المشروع تلاحظ أنت لما تدخل في أي مشروع وتموله حتى ينتهي معناته التمويل كله كامل عليك فبالتالي عبء فزيادة استثمارات وبعد تضطر أنك تتمول وتأخذ قروض وكذا فالحسبة يعني الرقم صراحة يعني مثير تخيل أنه أنت لو بعت في الشهر الأول أرباحك على نهاية المشروع 48% بينما لو بعت والله 48% كثير وليش أعطيك كمل لك لما تبيعها وأنت حتى ينتهي المشروع أوكي. يصير أرباحك 18% 18 يعني تقريبا أكثر من نصف أكثر من نصف ثلثين انخفضت فبالتالي 48 زي ما تفضلت كثيرة فأنا يجي عندي مجال أخففها الآن بالضبط طالما أنها توفرت خففها لأنه برضو لأن الريسك عندك أقل المخاطر زي في نقطة مهمة يا طويل العمر أنت الآن بعد التنظيمات هذه صار السوق جاذب فبالتالي حتزيد المنافسة فكل مطور عنده منتج يبغى يبيع بأسرع وقت ممكن ما يمكن تبيع بأسرع وقت وانت سعرك عالي فبالتالي تضطر لأنك تخفض سعرك لأنه تراعي المنافسين الآخرين يعني في حسبة كبيرة طيب انت من خبرة خين يعني نفرح اللي الآن يبغى يشتري بيت أو يعني لو قلنا واحدة بمليون كم تتوقع نسبة الانخفاض مع كل هالمعطيات أنا هعطيك نقطة يعني يمكن ما تطرقنا لها لكن هي من ضمن الآلية وجود وزارة الإسكان أو تدخل وزارة الإسكان في الوقت الحاضر في التطوير العقاري وممارسة أعمال وإطلاق مبادرات تسهل من عملية ترخيص وإنجاز المشاريع العقارية ساعد في أنه يوجد مشروع عقاري من الأرض إلى يعني إلى المستهلك مباشرة فإحنا وجود المضاربين اللي في الوسط ما بين تطوير الأرض في مضاربين أيوة إلين توصل الخدمات لأنك كنت كيف كان المضاربة تروح لأشياء تدور عليها جاهزة لا لأنه أنت لما يجي عندك مخطط غير مكتمل الخدمات فينباع وينشر بين المضاربين ينتظرون الخدمات لما تيجي ترى ما جاوبتنا على سؤالي بس حرجع لك في سؤالي سؤال مليون ريال لكن توجه حقيقة لأخوي منصور أخوي منصور الآن كان بيتكلم أخوي سلمان على الترخيص أو المخطط الشامل أو الترخيص الشامل هل هذا في توجه الكلام ده؟ هو خدمة أخذ أكثر من شيء الاعتماد المخطط الشامل والتطوير الشامل أحد الخدمات اللي يقدمها المركز أوكي. الحقيقة خدمة التطوير الشامل قد تكون يعني غير مألوفة في المملكة العربية السعودية منحته أحد؟ لا إلى الآن لم يتقدم إلى الآن لكن التجربة السابقة لدى وزارة الشؤون البلدية وقروية والأمانات المختصة عدد قليل من تقدم لطلب هذه الخدمة لأن خدمة التطوير الشامل مرتبطة بعدد من الإجراءات مرتبطة أيضا باعتماد المخطط المبدئي فبالتالي في حال لو تغير اعتماد المخطط المبدئي أنت مضطر تعيد العمل كل اللي تقدمت فيه الآن مع وجود المركز ومع الاتفاقية اللي صارت مع الوزارة وزارة الشؤون البلدية وقروية ضمننا أنه لو أي مطور يرغب بالتقدم لهذا المخطط سيتم إن شاء الله تنفيذه بدون أي مخاطر من تعديل أو تغيير في أي جزء من الأجزاء طالما أن المطور التزم بالأنظمة والشروط المعلنة داخل الموقع بس أنا ودي والله كان على الوزارة ما أدري إذا كان دار في ذهن الوزارة بأنه أنا مقابل هالتسهيلات يا مستثمر أو مطور عقاري يجب أن تتعاكس على جزئيتين الجزئية الأولى الوحدات توفير الوحدات أنا أتكلم على 1,500,000 وحدة الآن في 5 سنوات القريبة هذه واحدة
النقطة الثانية والمهمة انه يبغى نشوف في انخفاض في، لانك انت كنت تعاني كمطور كمستثمر من المدة ومعك حق. اليوم نحن خفضنا لك هالمدة الى 120 او الى كذا، كان في نوع من هالنقاش؟ احنا انتم ما عملتوا هذا الشيء من فراغ، عملتوا انكم يكون في رد، في رد ايجابي. احنا بدانا يعني كل الفترة الماضية ورش عمل مكثف ومستمر مع كل القطاعات وكل الجهات، الجهات الحكومية وايضا شركات التطوير العقاري، الشركات اللي تعمل مع الوزارة مسبقا او الشركات التي ترغب في الدخول في مشاريع وزارة او مشاريع خاصة فيها. شعارنا او رسالتنا للمطورين هي سنقوم بتوفير الخدمات، سنقوم بتسهيل العمل، سنقوم بالربط مع الجهات، بالمقابل نريد مشاريع تطرح اكثر، نريد التزام بالشروط المعلنة، سنقوم بدعم وحماية المطورين الملتزمين بالأنظمة والشروط، سنقوم ايضا بمحاسبه ومعاتبه المطورين اللي غير ملتزمين بالشروط واللي يكون في تقديمهم عدد عالي. بس هذا ما هو سؤال، الله يحفظك. انا عارف انه الاسعار سوق حر والكلام ده كله مفهوم، لكن انا بقول انه هل تتوقع من المطور او المستثمر انه سعر الوحده تكون معقوله؟ هذا واحد. وانه يكون الـ يعني البناء يكون اسرع مما كان عليه. ابغى جوابك على السؤال. في تليفون على الخط معي سعاده الاستاذ حمد الشويعر، المستثمر العقاري والخبير المعروف. مرحبا استاذ حمد. استاذ حمد الله يحييك، كيف الحال؟ الله يحييك. كيف يعني تعطينا رايك في هذا المركز وتوقعاتك؟ حقيقه بدايه انا اشكرك واحييك واحيي ضيوفك واحيي المشاهدين، وحقيقه كان لي شرف بحضور افتتاح الحفل بوجود معالي وزراء العدل والبلديات والعمل وكان حفلا مميزا حقيقه وجميلا. وحقيقه هذه بدايه المبادره بوزاره الاسكان في رؤيه 2030، وانا باسم حقيقه هو زي العقد السابق اشكر معالي الوزير على افتتاح الطرح العظيم. لذلك انا حقيقه اخوي طلعت لا شك طبعا ان مركز خدمات المطورين يعتبر نقله نوعيه حقيقه في هيكله القطاع وتنظيمه وتسهيل مهامه، لان وجود طبعا مجموعه من الخدمات التي يحتاجها طبعا القطاع الانشاء والتعمير تحت سقف واحد كما ذكرت ان خدمات كامله لا يشارك طبعا فيه 12 جهه حكوميه له عمل له عمل طبعا مفصل ومنظم يسهل الاجراءات اللازمه للمواطنين ويعود بالفائده حقيقه على ضخ مزيدا من الوحدات السكنيه والاراضي المطوره لتمكين المواطن حقيقه من امتلاك السكن المناسب السعر المناسب. وسوف طبعا المركز اتوقع يفعل الشراكه ما بين القطاع الحكومي والمعنيه في المطورين العقاريين ويسهل جميع الخدمات اللازمه في المشاريع السكنيه. ممتاز ممتاز. طيب استاذ حمد، يعني ارجع نفس السؤال اللي وجهته لاخوي سلمان باختصار في نص دقيقه ارجوك، هل تتوقع انه هذا المركز وتسهيل المده وتقصرها سينعكس على سعر الوحده من المفترض؟ ما في شك طبعا اذا ضخت مزيد من الوحدات السكنيه فهو طبعا يقلل الفجوه ما بين العرض والطلب. ممتاز. ويكون لك توازن في الاسعار من أسعار مناسبة. الأستاذ حمد الشويعر خبير عقار معروف، شكرا لك. إذا لقت عليك وزي ما قلنا أنه تتوقعوا إن شاء الله من المستثمرين والعقاريين أن الأسعار تنعكس إيجابا عن الفضل. نعم بعون الله. بما أن المركز سيقوم بتسهيل الإجراءات وأيضا توفير الوقت، وبالتالي هذا الجهد يعني سيوفر على المطور وسيتم تقديم. طموحاتك في نص دقيقة عشان مضطر أختم. والله في الواقع تدخل الوزارة في زي ما ذكرت لك التطوير العقاري حيوجد إن شاء الله وحدات عقارية من أقل من مليون بمشيئة الله 900 800 700 600. والله الأرقام والله الأرقام هذه إن شاء الله حنسمع كثير منها في الأيام. وهذا اللي بنقول عليه نحن المسكن الميسر والأمور هذه كلها عشان بس المواطن الكريم يقدر يتملك. الأستاذ سلمان بن سعيدان المستثمر والمطور العقاري المعروف، شكرا لك سيدي. والشكر موصول لسعادة الأستاذ منصور الوشمي مدير مركز خدمات المطورين إتمام، شكرا لك سيدي. شكرا. فكرة رائعة، نموذج رائع، لكن إن شاء الله نتمنى أنا ما عندي مشكلة يبدو لي مع التزام مع الوزارة، لكن إن شاء الله أن ينعكس إيجابا على أسعار بانخفاض أسعار، نحن ما نقول تصير النص أو الربع، لكن أيضا تكون منطقية في هذا الانخفاض، وأيضا توفير وحدات سكنية بإذن الله للمواطنين الكرام. دمتم بود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.